عايزين نتكلم اكتر عن مسابقه 2008، بطوله قويه. تدخلت تبالك كم مباراه دلوقتي مع الفريق؟ انا دلوقتي حوالي 12 او 13 مباراه. كويس. الاهلي متصدر، الاهلي احنا معانا متصدر. جدول المسابقه يا شباب، يا ريت لو معانا طيب اول ما يجهز يا ريت تعرضوا لنا الجدول علشان نشوف ترتيب الاهلي طبعا في الصداره ونشوف الفرق الاخرى. قول لي بقى، عايزين نتكلم اكتر عن المباريات بقى. بص يا كابتن اسامه، طبعا النادي الاهلي بيلعب على المكسب، وده شيء اساسي، لكن المكسب بدون هويه، فاهم؟ هي دي المشكله. انت لازم دلوقتي في السن ده اصلا ان تزرع الهويه جوه اللعيب. لازم تكسب كمان باسلوبك حلو. السن ده. بس عايز اقف عند النقطه دي. كابتن تامر حسن واحد من ابناء النادي الاهلي، طبعا واحد من اللي لعبوا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، متربي فعارف اسلوب النادي الاهلي. انا جيلي وليد صلاح الدين، هادي خشبه، احمد عبد الفتاح، فاحنا متربيين جوه النادي الاهلي على الـ 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 الصفه دي. احنا ما كنا بنتعادل زي الخساره يعني، لكن هي دي ان انت تزرع ثقافه الفوز اللي موجوده. بس دلوقتي كمان في ثلاث حاجات لازم هم يتعلموهم كويس اللي هو في السن ده. اولا الاداء الفردي بوظائف المراكز، بالاداء المهاري المفروض ان انت تعمله، الاداء الجماعي بروح الجماعه بالتعاون اللي موجود، لان في حاجات مشتركه كتير جدا ما بين الفريق انها تحصل، الكومباكت، البريسنج، الحاجات دي، ففي تعاون موجود. اخر حاجه كمان ان انت تعرف ازاي تلعب المباراه، ازاي انت تقدر تفهمها. لان دلوقتي مثلا الملاعب اللي موجوده في 2000 لعبنا على ترتان كتير، لعبنا على اراضي وحشه كتير، فازاي احنا انت تقدر دلوقتي اللعيب يقدر يتعامل مع ظروف المباراه المختلفه. ودي هتبدا تديني خبره ان انا لما اقابل فريق مثلا بيلعب زون ديفنس هعمل ايه، لما بتجيب فيه جون الماتش بيختلف خالص، انت بتروح لحته تانية خالص، فاهم؟ خلاص الماتش بيتفتح. فانت لسه كنت بتلعب دلوقتي زون ديفنس مع فرقه بتلعبها بتجيب فيها جون، الماتش تاني بيختلف. فهم دلوقتي بياخدوا خبره، انا عايزهم كمان ان هو ازاي يفهم المباراه. كويس. فانت الظروف دي كلها انت بتبقى طالع من البراعم، انت مش متعلم الحاجات دي. فهم دلوقتي في طور التعليم، في طور التأسيس للحاجات دي كلها. انا دلوقتي انا يهمني ان انا اكسب، بس يهمني ان انا اكسب برضو بهويه النادي الاهلي اللي هي بتتزرع. يعني ساعات ممكن تكسب وتكون فايز، اللعيبه مبسوطه وانت كمدير فني مش مبسوط، ما وصلوش اللي انت عايزه او حققوا اللي انت عايزه من المباراه. بالظبط. لكن برضو انا ممكن هكسب، بس مثلا في ظروف مختلفه، بتلعب ضد هوا جامد، بتلعب ملاعب وحشه جدا، انت مش قادر تنفذ عليها الهويه بتاعتك. هجيلك انا في حته الصعوبات بقى اللي بتواجهها في مسابقه 2008 وهنتكلم فيها.